أطار الفنان وديع الشيخ بلبلة واسعة في الرأي العام اللبناني بعد غنائه المسيء والمهين بحق رجال لقوى الأمن الداخلي بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى الحفلات بدأ فيها وديع وهو يغني مع حرفيته الحذاء الذي ارتديه يساوي راتب أحدهم على 9 أشهر. وكشف أحد المتابعين حقيقة ما جرى بالقول إن الفنان وخلال قدومه إلى حفلتي استوقفه دركي فقرر أن يوجه إليه هذا الكلام، وتوقف المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند الإساءة التي ارتكبها وديع الشيخ، معربين عن انزعاجهم من تصرفه اللا أخلاقي والمهين بحق عناصر قوى الأمن، وطالبوا بإلقاء القبض عليه ليكون عبرة لسواه لعدم التعرض إلى كرامات الناس. ومن بين المنتقدين النجمة نادين الراسي التي حملت بعنف على وديع بقولها رأيي إذا الحمار حمل الملايين من الكيلوغرامات من الذهب سيظل حمارا حاملا للذهب وفق تعبيرها، والتي وجه إليها أحد المغردين سؤالا حول رأيها في محاربة الفن الهابط مستخدمة صورة وديع الشيخ. وإزاء الضجة التي أثرها حول إساءته للعسكر أوضح الأخير حقيقة ما حصل معه أن المقصود مطرب وليس الدركي، وقلت في مقطع الأغنية بتسمعني وبتقلدني وصوتك يا محل العنزة، وهنا أكدت أنني أقصد فنانا. وأعرب وديع عن احترامه وتقديره للمؤسسة العسكرية بقوله المؤسسة العسكرية قبل العالم كلها وأحترمها جدا، وللشرف في حال توقفت من قبل أي عسكري فإذا كانت أموري قانونية يتم إطلاق سراحي، وإلا لا أخضع لا وإلا سأخضع للقواعد والإجراءات اللازمة. وأي شخص أشار إلى أنني قصد العسكري أستنكر هذا الأمر تماما. المشاهد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.